بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معاكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. ياريت اللي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد. كل يوم عندنا شقق جديدة وعقارات جديدة إن شاء الله، وتبقى مشكورا لو عملت لنا لايك. يلا نبدأ فيديو النهاردة. أول حاجة يا جماعة، بيجي لنا كده المدخل بتاع البرج. شقة النهاردة في الدور الثالث، برج وأسانسير. ده كده شكل المدخل بتاع البرج. الشقة في الدور الثالث، مرخصة وحصة في الأرض. ده كده المدخل، وهنا كده بيجي لنا الأسانسير بتاعه. ده الأسانسير أهو. نبدأ نخش الشقة بتاعتنا. الشقة مساحتها 150 متر، سوبر لوكس، 3 غرف ورسبشن ومطبخ وحمام، وفيها بلكونة. أول حاجة بيجي لنا هنا عداد الكهرباء القديم، عداد كهرباء قديم اللي هو القرص. نبدأ نخش كده الشقة. ده تشطيب الشقة أهو. وهنا عندنا عداد الغاز. الشقة فيها عداد كهرباء قديم وغاز طبيعي، مرخصة وحصة في الأرض. الدور الثالث، برج وأسانسير، مساحتها 150 متر. أول ما نخش بيجي لنا على اليمين كده الريسبشن. ده كده شكل الريسبشن أهو. ريسبشن كبير ما شاء الله، يعني ياخد 3 قطع مرتاح. وعلى الشمال كده بيجي لنا الثلاث غرف والمطبخ والحمام. هوريهم لحضراتكم دلوقتي. هنشوف الأول الريسبشن والبلكونة بتاعتنا بيبصوا على ايه. مش هذكر حضراتكم، يا ريت اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. نبدأ نخش كده على البلكونة. دي البلكونة اهي، وفي طبعا ده زي دولاب كده للخزين او حاجة، ده موجود في الشقة مش هيشال ان شاء الله. الشارع اللي البلكونة بتبص عليه ده شارع 20 متر. نبدأ نرجع للشقة بتاعتنا. تشطيب طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده، سوبر لوكس. نبدأ نرجع بقى كده على الغرف والمطبخ والحمام. دي كده اهي بداية طرقة التوزيع. بيجيلنا الغرف والحمام بمستوى تاني، درجتين سلم. وعلى اليمين كده المطبخ بتاعنا. ده شكل المطبخ اهو. طبعا البيع شامل المطبخ، سعر البيع شامل المطبخ ده والدولاب اللي هو في البلكونة. ده شكل المطبخ اهو، مساحته برضو كويسة مش صغير. نبدأ نرجع كده نطلع على الغرف والحمام. عندنا 3 غرف وحمام لسه، بنطلع لهم بدرجتين كده مستوى تاني. اول حاجة الحمام على اليمين، حمام مساحته حلوة جدا، واخد بانيو مستريح، وبرضو الغاز واصل للحمام. ده الحوض او رخام. نبدأ نخش على اول غرفة معانا. شقة 3 غرف، دي اول غرفة اهي، مساحتها تقريبا 3.80 متر في 4. نخش بعد كده على تاني غرفة. دي تاني غرفة اهي، مساحتها تقريبا 4 في 4. بعد كده نخش على الغرفة التالتة. دي الغرفة التالتة اهي، مساحتها تقريبا برضو 3.80 متر في 3.80 متر. الشقة عنوانها فيصل شارع 20، بينها وبين شارع فيصل الرئيسي 3 دقايق مشي على رجلك. مطلوب فيها 550,000 كاش، مفيش تقسيط ولا تصلح تمويل عقاري. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.